السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد وافكار جديده. ان شاء الله النهارده مع بعض هنعمل اعاده تدوير للاطباق الفيل. اول فكره معانا هستخدم فيها طبقين، هاخد كده الجزء اللي هو اللي من جوه بتاع الطبق، يعني اشيل البرواز اللي من بره ده، هبتدي اقصه كده بالمقص. تمام، خدت كده الجزء ده وهبتدي اثبته على الجزء التاني. طبعا الجزء دوت نفس مقاس الجزء ده، هثبته بالشكل ده. انا عايزه بس الطبق يكون اعلى شويه. هستخدم هنا مرايه، المرايه ديت برضو هتكون مقاسها نفس الجزء اللي في الطبق من جوه. ممكن نستخدم نفس الفكره في طبق مدور، وبرضو هتكون المرايه عندك مدوره. تمام، هبتدي كده اثبت المرايه بالشكل ده. بمجرد ما احط كميه شمعة هتثبت معايا، هتاكد كويس ان هي ثبتت معايا. هقلب الطبق كده واتاكد ان هي مش بتقع او مش بتتحرك. هستخدم الاستراس اللي بنستخدمه على طول في شغلنا، هبتدي اثبته كده على الحفر بتاع الطبق بالشكل ده. ممكن تستخدمي اي حاجه للتزيين، اي حاجه متاحه بالنسبه لك، بس احنا هنحاول نغطي الجزء دوت وبرده يكون بتزيين بسيط وشكله حلو. هبتدي اثبته كده وهشيل الزيادات اللي في الجنب بالشكل ده. انا مش عايزه الجزء اللي طالع ده، فهبتدي اشيله. تمام، وهثبت بقى باقي الاجزاء اللي موجوده عندي بالشكل ده. تمام، الاستراس سعر رخيص مش غالي، تقدري تستخدميه. ممكن تستخدمي الستان، ممكن تلوني الجزء دوت زي ما تحبي او زي ما تشوفي حاجه مناسبه بالنسبه لك، وتكون برضو سعرها على قد ايدك. هبتدي برضو اثبت الناحيه التانيه، هحط كده برضو صف الاستراس يكون على قد المقاس عشان ما اقعدش اقصقص كتير. وبعد كده هشيل الزيادات اللي طالعه من الجنب دي، هتبقى حوالي يعني حاجه بسيطه خالص اهي. هبتدي اشيلها، استغنى عنها، وهثبته كويس جدا. تمام، هتأكد ان انا مثبته حلو عشان يبقى شكله مظبوط. هكمله كله بنفس الشكل. هثبت كده الجوانب الاربعة، انا بس يدوب قست المقاس وبعد كده ثبتهم بالشكل ده، وزيادات بقيت اشيلها فثبت معايا بمنتهى السهولة. تمام، بالشكل ده كده كده مش باين اي حاجه من الطبق نهائي. هبتدي بقى هنا استخدم، عارفين دي الاوكر اللي هي بتبقى بتاعه الادراج، بتبقى موجوده عند الموان. السعر بتاعها رخيص مش غالي برده، الواحده منها ب3 جنيه. في احجام اصغر من كده، لو مش حابه تستخدمي الحاجات دي ممكن تستخدمي اللولي، تكون حاجات برده تكون عاليه شويه. احنا كل اللي هنعمله ان احنا هنعمل ده صينيه شكلها كده شيك وحلو. فهبتدي اثبتها على الاربع جوانب كده، ثبتهم كويس جدا بالشمع. هبتدي بقى اقلب كده الصينيه، بقى الطبق اتقلب بشكل صينيه بمرايه شكلها حلو جدا. تمام، نقدر نستخدمها بقى اكتر من استخدام. ممكن نستخدمها على التسريحه للبرفانات، ودي الفواحه اللي كنا عملناها مع بعض قبل كده. هسيب لكم الفيديو بتاعها، الفيديو بتاعها جميل جدا، طريقه عمل فواحه بطريقه سهله وريحتها كمان تدوم معاكي في البيت. كده عملنا ديكور حلو جدا للتسريحه من طبق قديم ومش بنستخدمه، ساعات بنرميه. دي كده اول فكره معانا. تاني فكره معايا، هبتدي استخدم الفوم. طبعا انا هنا هستخدم طبق برده من اطباق الفل، وهبتدي اقلبه بالشكل ده، وهياخد مقاسه على الفوم، هياخد الجزء اللي من جوه. مقاس الجزء اللي من جوه ده تقريبا حوالي 4 سنتي في 6 في 7 سنتي او 8 سنتي على حسب حجم الطبق اللي عندك. وهبتدي اخد المقاس وهعمل كده زي زوايا من على الاربع جوانب بالشكل ده، هيكون شكله كده مظبوط. هعمل بقى قصة للقلب. انا بعمل ايه؟ بتني الورقة بالشكل ده وبعمل شكل قلب، هي شكل القلب رسمته بسيطة وسهلة. وهبتدي كده افرغه او هقلب الورقة بتاعة الفوم على الظهر، وهعمل مقاس القلب كده بالشكل ده، يعني هاخد مقاس وهبتدي افرغه من الورقة بتاعة الفوم. انا بحاول اعمل المقاس اكبر شوية، فببعد شوية عن المقاس بتاع القلب نفسه. تمام، هبتدي اجيب قطر وافرغ القلب اللي انا رسمته على ظهر الفوم. انا كده فرغت القلب بالشكل ده. هستخدم، عارفين الاكياس اللي هي بتكون بتاعة اللبس الجديد، انا بحتفظ بيها دايما وبستخدمها في حاجات. هبتدي اخد كده جزء على قد القلب بشكل مربع عشان اغطي بيه شكل القلب بالطريقة دي. هثبته على الطرف بس وهشده كويس،
الاكياس دي بتبقى تقيلة واستخداماتها كتير جدا، هعمل منها افكار ان شاء الله قريب. هبتدي كده اشيل الزيادات اللي موجودة عندي من الكيس نفسه، هقصها بالطريقة دي. تمام، هستخدم بقى هنا اي صورة من صور الولاد او صور ليكي انت وجوزك، او صور انت حابة تعملي منها برواز. احنا هنعمل برواز بطريقة سهلة، هتشوفوا الطريقة دلوقتي بسيطة جدا ومش مكلفة نهائي. هبتدي كده اثبت الصورة في القلب نفسه، تمام، وبرضه هشيل الزيادات اللي موجودة عندي في الصورة من على الطرفين بالشكل ده. خلاص، هبتدي بقى اثبتها في الطبق من جوه. بعد ما هثبت الصورة هستخدم خيط المكرمية لونه قريب من اللون بتاع الفوم، وهبتدي اثبت كده على الطرف بتاع الفوم نفسه. تقدري بقى تزيني بالشكل اللي انت تحبيه وبالطريقة اللي انت عايزاها. هثبتها كده حوالين الصورة اكتر من مرة لحد بس ما يبقى اللون يكسر. كده انا ثبتت عند الصورة نفسها وبرده على الطرف بتاع الطبق نفسه. هستخدم الورد دوت، ده بيبقى موجود برده في محلات الخردوات، هثبته كده على الجزء الابيض اللي في النص. خلاص، وهستخدم برده اللولي ده وهثبته على الورد نفسه، شكله حلو، هي بس الكاميرا ظلمه شوية. هثبته كده، تمام. احنا عايزين نعمل برواز نقدر نحطه مثلا على التسريحة او على اي ترابيزة عندنا. هستخدم طبق تاني من الاطباق اللي هي صغيرة، وهبتدي اعمل هسيب كده حوالي 2 سنتي او 3 سنتي من تحت، وهاجي زي بزاوية كده وهقص، وهبتدي اثبت الجزئين دول في بعض. هقصر بس المسافة دي شوية واخليهم قد بعض، هثبتهم كده بالشم، تمام، بالشكل ده. هستخدم استرس، هيكون بالشكل ده. برضو هشيل الزيادات اللي موجودة عندي، تمام. هبتدي اثبت بقى الجزء دوت في الطبق نفسه، هحط كمية شمع كويسة وهبتدي اثبته في الجزء اللي في الطبق من النص. خلاص، هقص برضو جزئين صغيرين كده من الحرف بتاع الطبق وهبتدي اثبتهم كده في الجزء اللي انا عملته في نص الطبق كده. حطيت شمع بس في الجناب عشان اثبتها فيها، والناحية التانية برضو نفس الكلام. كده سبتت معايا، وزي ما انتوا شايفين بقى زي البرواز الجاهز عادي جدا، بس انتي مزيناه بالشكل اللي انتي تحبيه. طبعا التزيين اللي انا عاملاه ده كله انا مش بفرضه عليكي، انتي تقدري تستخدمي الحاجة اللي انتي تحبيها. تالت فكرة معانا نقدر نعملها من الأطباق الفل، نحنا نزينها بالطرح. عارفين الطرح القديمة اللي بيبقى فيها مثلا شغل أو كده وما بقناش نلبسها، نقدر نستخدمها هنا في الفكرة دي، تمام. هبتدي أخد كده مقاس الطبق كله على بعضه. أنا هستخدم الطبق هنا بنفس شكله وبنفس حالته، تقدري انتي تعملي أي أشكال تحبيها منه. خلاص، هبتدي كده أثبت الطرح عليه. أنا خدت جزء أكبر من حجم الطبق عشان أغلفه كله. هبتدي احط كميه شمع كده في نص الطبق وهثبت عليه القماشه اللي عندي. ممكن تستخدمي اي صور عندك في كتب قديمه انت حباها، ممكن تستخدمي صور مطبوع، ممكن تستخدمي الاستيكر برضو، اي حاجه من الاشكال دي مش هتقول لا، بالعكس تبقى حلوه جدا. زيني بالحاجه اللي انت تحبيها، ودايما بقول لكم على بدايل عشان اللي مش حابب الحاجه اللي انا بستخدمها يقدر يستخدم اي حاجه تكون متاحه بالنسبه له وبرده تكلفتها بسيطه. هثبت كده برضو على الجوانب لحد ما اغلف الطبق كله. انا كده غلفت الطبق من جوه، والجزء اللي هو في الجناب من الظهر هجيب برضو حته من القماشه وهبتدي اثبت كده على الجزء اللي باين عندي في ظهر الطبق. اشد القماشه كويس هتثبت معايا، والزيادات كلها هشيلها. بس كده زيناه بفكرة بسيطة وبتكلفة بسيطة جدا. برضو احنا هنا ممكن نستخدم الدانتيل ده نكسر بيه اللون، ونقدر نثبته على الحرف بتاع الطبق. هقولكوا على استخدامات كتيرة جدا للطبق دلوقتي بعد ما زيناه بالشكل ده او بأي طريقة انت تحبيها. انا قلتلك على اكتر من بديل تقدري تستخدميه
يعني لو حابة تعملي بأي شكل انت عايزاه تقدري تعملي. خلاص هبتدي استخدم هنا الورود اللي هي الفوم، هستخدم وردتين بس، هكسر بيهم بس اللون كده، هحطهم على جنب. تمام، نقدر بقى نستخدم الطبق دوت كمنظم كده حلو للمناكير وإقلام الروج البسيطة. ممكن نستخدم برضو في جنب من الطبق أو في طبق تاني نعمله للإكسسوارات. ممكن بقى بفكرة تانية إن احنا نستخدم الطبق ده كبرواز. خلاص هستخدم اللزق الدبل فيس وهبتدي أعلقه بالشكل ده. بس كده تقدري برضو تعملي آيات قرآنية وتطبعيها مثلا وتثبتيها على الطبق وتبقى برواز ببلاش. خلاص ده كان فيديو النهاردة، أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم. لو لسه ما حطيتش لايك حطي لايك للفيديو عشان يترفع. سلام عليكم.